تشوفون هذا السيجنال اللي قبل المثال، هذا السيجنال ذكرت بأنه هي تستمر. خلي نمسح هذه. أوكي، هذا السيجنال يونت سيجنال، لكن the only thing it's shifted to the right, two steps to the right. Alright، بس قلت لكم إن it's continue، يعني هنا زيرو، هنا العفو، هنا وان، ومستمرة، تبقى مستمرة infinity. Okay، so هي الشيء الوحيد إن هي هذه signal هي unit signal only shifted to the right two steps to the right، لأنه minus 2 ولا هي unit signal. السيجنال الأخرى اللي في مثالنا وسألتكم يا فرع الـ IT، اللي زملائكم فرع الـ Network أجابوا قالوا إنه هذه أيضا unit signal، لكن هي فقط shifted to the left. كم step shifted to the left فرع الـ Network؟ أربعة دكتور. ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة، صح؟ شو تقولون؟ مضبوط. زين. هسه بعدك هاي الصفة من اليسار، هسه نريد الاي تي يجاوبونا شنو الصفة من اليمين؟ دكتور انه هي مو انفاينايت صايرة. عافية. وين وقفت؟ عند الخمسة. عند الخمسة، يعني أربعة آخر شيء، وبعدين نزلت زيرو، استمرت زيروز. فصار أنا عندي صفتين في هذه السيجنال. هي همين يونت سيجنال، بليز الكل ينتبه. همين هي اليونت سيجنال، يونت ستيب، مشفته لليسرى بس بنفس الوقت شو طافيه من وراء الاربعه وطفت بعد. فايش سويت؟ كانما جبت يونت سيجنال ثانيه خليتها فوقها وطرحتها من عندها. بالضبط هيك حشرح لكم اياها. خلينا نستغل هاي المساحه. هذه يونت سيجنال. اوكي، اجيب يونت سيجنال ثانيه اشفتها لليمين، تمام، فصار عندي هذه يونت سيجنال وهذه يونت سيجنال. اذا هذه اطرحها من هذه، يعني هذه ماينس هذه، النتيجه هي شنو؟ النتيجه هي هاي فقط المنطقه، مو صحيح؟ صحيح استاذ. وهذه نفسها اسوي لها شيفتنج. اسمح لي. نعم تفضل استاذ. مو يعني لها نفس الامبلتيود؟ نفس الامبلتيود، هي يونت، من قلت لك يونت سيجنال يعني الامبلتيود مالها واحد. نعم تفضل. تمام، فكونت لي هذه السيجنال. طب هذه السيجنال خليها شفتها يمين، تمام، شفتها يمين ترجع لي تطلع لي نفس هذه السيجنال اللي اريدها. او اذا اريد اكون بعد دقيقة اكثر اسوي بهالطريقة. بس انتبهوا لانه هوم وركات اغلب على هيش موضوع. او اوريدي اجيب سيجنال يونت سيجنال اصلا مشفته لليسار to the left، اللي هي مشفته اليسار للماينس 3. زيرو وان تو ثري، زين. وبعدين اجيب يونت سيجنال من الخمسة مشفته لليمنى، يعني اوكي. تمام، هسه هذه اذا اطرحها من هذه ايش حتطلع لي؟ حتطلع لي هذه اللي اريدها انا. اوكي، حتطلع لي بالضبط بين ماينس 3. اوكي استاذ، هو بالضبط حتطلع لنا هذا الى 4. الخمسة زيرو، هاي ماينس 3 بالضبط، حتطلع هذه اللي ردناها. زين، فهي عبارة عن بلس ادينج سيجنال تو سيجنال، سبتراكتنج سيجنال من سيجنال، مانيبوليتنج نعلي سيجنال ننزلها نسوي لها شيفتنج،
فأي سيجنال نقدر نكونها من من هذه الطرق، أما شيفتنج وتسوي بعدين ادينج سكيلينج وهكذا. فهذه هي السيجنال اللي تكونت. فلذلك السوليوشن الحل هو انه نسوي يونت سيجنال مشفته تو ذا ليفت ثلاث درجات، هذه نطرحها من او ناقص يونت سيجنال مشفته تو ذا رايت خمس درجات، خمس سامبلز، فتطلع لنا هذه. هذا كل ما هنالك. هسه amplitude modification of discrete time signal، شلون amplitude نسوي له modification، نعدل نصعد ننزل نغير. شوفوا هذه كلها الامبليتيود مالتها 1. قبل شوي زميلكم ذكر amplitude، الامبليتيود قال انه يونت فهي 1. فنجي على الامبليتيود modification include adding addition multiplication and scaling of discrete time signal. So نجي amplitude scaling. Scaling أكيد نضربه في constant number حتى نسوي scale، نزيد. مثلا مرات الفويس ناصي هو نفس الصوت، سوي scaling نضربه في factor يزيد يضخم الصوت، يزيد الأكثر والأقل. نفس الفريكوانسيز نفسها، نفس الcontents مال الصوت، سوي له amplification، لذلك يسموه amplifier. فهذا الامبليفاير يسوي امبليتيود سكيل. الثاني هو مثلا sum of two signals مثلا x1 of n و x2 of n، هو السيجنال اللي راح تكون القيم مالتهن في كل سامبل ينجمع، كل قيمتين ينجمع نسوي ويطلع لنا نتيجة. يعني هو اكيد هو سهل الموضوع جدا، لكن بس هنا عندي مثلا هاي سامبل، هاي سامبل، هاي سامبل، نفرض هذه واحد ثلاثة هاي اثنين، إذا جبت سيجنال بها واحد واحد واحد، فالنتيجة النهائية راح تكون بالضبط اثنين أربعة ثلاثة، لأن هذا بلس هذا، هذا بلس هذا. صحيح ما واضح الكتابة لكن الفكرة واضحة. So مجرد adding يعني رقم أرقام تجمعوها كلش طبيعي. الآخر اللي هو البرودكت الضرب، ممكن تضرب، ممكن هذا ضربه في هذا يطلع هذا، هذا في هذا يطلع هذا. multiplication الضرب. بالمولتبليكيشن لما يكون زيرو القيمة يكنسل السيجنال اللي هنا فيطلع زيرو لأن ضرب، بينما الادينج لا تجمع. هذا الهومورك لازم تحلوه، هذا تشالنج بالنسبة لكم. أي كوبي راح يكون معرف اللي راح أسأل بيه كيف شلون الإجابة وشو يصير. So واللي يجاوب بطريقة مختلفة عن الجميع راح يكون له full mark، full mark. زين ال دكتور ممكن سؤال؟ نعم تفضل. يعني صار ساعة رافع ايدي على العموم دكتور، بس بالنسبة للمحاضرة الأولى تسمعني؟ فهذه الباي ما نعتبرها، فهذه نعم الباي لا معتبر، فال50 هو الفريكوانسي مال هذا التردد هنا، الفريكوانسي طلع 50 هرتز، فلذلك المينيمم مينيمم سامبلنج ريت لازم يكون ضعف التردد مال السيجنال حتى اقدر اتخلص من الياسنج اللي موجود بالمحاضره. يعني لازم حتى ما افقد الديتيلز مال السيجنال، فأي سيجنال إذا التردد مالتها X فالمينيموم إذا أريد أسوي لها سامبلينج لازم التردد مال سامبلينج مالتي هو 2X، فلذلك الفريكوانسي أوف سامبلينج هو 100.
هذا المينيمو. المطلب الثاني واضح ايضا، وهذا المطلب الثالث مشابه للمطلب الثاني، فعكس الموضوع. الفريكوانسي اوف ساوند 75 هرتز، سو يطلع النتيجه السيجنال هي 3 كوساين 2 باي على 3 ان. دكتور هذا هو الاف اس مال المطلب الثالث 75 ما حقق لي الشرط اللي هو لازم يكون ضعف التردد الاصلي. وبهاي الحاله شلون ايش راح اسوي؟ لان احنا مو قلنا لازم التردد الناتج مال الديسكريت انه تقطعت يكون لازم ضعف التردد الاصلي؟ نعم مال السب. زين هنا 75 هنا ما تحقق الشرط. لا لا مو هنا المطلب الاول يقول لك determine the minimum sampling rate required to avoid aliasing. هنا لا المطلبين يقول لك suppose that the signal is sampled at the rate، افترض انه السيجنال سويناها sampling بالريت 75 هرتز. زين يعني اذا يقول لك suppose هذا الشيء، بس احنا ما لنا علاقه بالشرط الاخر انه اسوي avoid aliasing. تمام، بس انا اذا اقول لك لا سوي لي sampling الهاي سيجنال بس سوي لي avoid aliasing، معناها انه minimum انه double the frequency. اوكي سو ذا discrete time راح تكون السيجنال discrete time signal راح تكون بالضبط مثل هذه، بس بدل ما اقول استخدم ال 75 مثل ما موجود هنا تطلع ال 3 كوساين 2 باي على 3 ان. فبيست اون ريكويرمنت، الريكويرمنت مالته قال لك استخدم الفريكونسي سامبلنج هو 75 هرتز. وكذلك المثال اللي بعده، هذه موجة هسه شوفوا شباب، هذه الموجة ادينج قبل شوي مو سوينا ادينج استاذ؟ نعم استاذ، بس بالنقطة الثالثة يعني هو هسه الفريكونسي صار 75 يعني اقل من ال 100 اللي هو المينيموم. نعم فبهاي الحالة هم راح اطبق الجي اس واحد على اف اس لو اكو تغيير بالحل لو شنو يعني؟ ابد ما افتهمت المعادلة الأخيرة منين اجتي شلون؟ هي نفس المطلب الثالث، هو نفس المطلب almost مشابه، هو نفس المطلب الثاني. اوكي هم عوض بالقانون التي واحد على اف. نعم نعم نفس القانون ده شوف. تمام. نفس الشيء بالضبط. تمام بس انا قلت لزميلك السابق انه اذا اريد المينيمم سامبلنج ريت حتى سو افويد للالياسينج فلازم دبل، بس انا اذا اقول لك سبوز ذا سيجنال سامبل يعني افرض انه صار سامبلنج عليها بهالتردد هذا. اوكي ممكن هو ما ينطي كواليتي اوكي بس ستيل يعني هذا ريكوايرد. تمام بس طيب. يعني قصدك انه ممكن نضاعف في الموجه لان هي عباره عن فرضيه، نضاعف السامبلنج ريت. نعم بالضبط، يعني بدل ما 75 هرتز نقدر نسويها 150 ممكن. اي طبعا وهذا عادي يكون جوابنا صحيح لأنه هو عبارة عن سبوز. يعني إذا أنا أعطيك مثلاً MCQ أقول لك 150 ما راح يطلع هذا الناتج، بس المعلومة لا طبعاً ما يطلع الناتج، لكن إذا أقول لك إذا نفرض إذا قلت لك انطيني هذه إيش قد السامبلنج ريت حتى آخذ في الديتيلز من هاي الانفورميشن من هاي السيجنال حقيقية وأسوي أفويد الألياسينج. ف نعم استاذ أعطيك خيارات، فأنت أكيد لازم تختار احد الترددات اللي هي ضعف مينيمم، يكون ضعف الفريكوانسي مال هاي السيجنال. بالضبط زين نجي على نرجع لمحاضرتنا. طيب هذا الهوم ورك احد زملائكم قال المطلب الثالث، مو لو قصدكم على هذا الهوم ورك لو على ذاك، فهذا الهوم ورك اريد من عندكم تكون حالي بطريقه ذكيه وكل واحد يستخدم طريقته هو يونيك، ما اريد كوبي، اذا كوبي فاكيد راح يكون واضح. فهذا الاول ممكن يعني هو حل واحد ما بي اكثر من حل، هذا الثاني ايضا اعتقد ايضا حل واحد، هذا الثالث تشوفون انه شلون ترتبوه. هو اصلا هذا الاكس ان شلون حترتبوه حتمثلوه؟ بسوي لي سكتش لهذه. سو هذا السيجنال احنا عندنا هي اوريدي، هذه هي الاكس اوف هذا السيجنال، هذه اكس اوف ام، فسوينا سكتش ذني. هذا لا هذا ممكن، بس اكو مثال بعده بالهوم ورك راح يكون ممكن تجاوب عليه بعده اجابات.
اعتقد هو هذا ال يعني مثلا هذا الرامب، اعطيتكم نص الحل، هذا ارتفاع بس خلوها بالكم انه هذا يعني 0 1 2 3 4 صعود ماينص 1 وهكذا. even and odd signal. The even signal will odd signal. The real value signal is said to be even if for all n ال x of n هو نفس ال x of ناقص n. شنو يعني؟ دكتور يعني الجهة الموجبة نفس الجهة السالبة القيم ولا؟ نعم صحيح. يعني إذا عندي سيجنال هي شيء الجهة السالبة أيضا هي نفسها. سوري لأنه مو متناظر الرسم، لكن هو القصد إذا كان هذا الـ x-axis وهكذا، يعني الجهة اليمين للواحد قيمة الواحد هي نفس قيمة الاثنين، قيمة العضو الواحد الاثنين هو نفس الماينس اثنين وهكذا. بينما السيجنال odd for all n x of n هي نفسها ماينس ال x of ماينس n. شو يعني هاي؟ اي تي اي تي دكتور يعني راح تكون متناظر على الجهه المقابله المعكوسه، يعني مثلا اكس على اليمين راح تكون مساويه للجهه اليسرى لكن جوا القيم. بس نفرض هذه هو الموجب 1 2 3، سالبه نفرض شلون تكون؟ هسه النت سالبه راح تكون يعني بالواي اكس السالب يكون يعني جوا خلت الرسم، يعني متناظر من الجهه الثانيه نتورك. شو تقولون؟ طب كيف يكون متناظر للجهه الثانيه اذا كان الاكس ناقص 2 غير الرمز مالته؟ يعني هذا الاكس اوف 1 نفرض ان هو 1، ايش قد الان اوف 1؟ اذا استاذ اذا كان الاكس هو نفرض 1 فاكس ناقص 2 استاذ العفو اكس ناقص ان، فالان راح يكون مو عندنا 1، احنا ما راح نقص الواحد راح حيطير اصلا، يعني راح تشفت الموجب. ما تشفت مجرد اسمع الاستاذ. نعم مجرد الاكس اوف ان هو نفسه الاكس اوف ان ناقص واحد بس قلبه بس عكس الاشاره، فراح يصير بالضبط هيجي مثل ما قال زميلكم بالاي تي. اوكي بالطريقه. اوكي استاذ. فهذه odd odd signal. any signal x of n may be decomposed. ممكن تكون decomposed، ممكن اي signal هي ممكن decomposed، يعني بعكس الكومبوس ممكن نفسخها، كومبوس نجمعها، الديكومبوس عكسها into a sum of even part، البارت الايفن مالتها والبارت الاود مالتها. so اللي هي xn هي عبارة عن x even of n وال x odd of n. to find the even part of x of xn هذا المعادلة ال even part مالتها، و to find the odd part أيضا هذا ال part هذا ال equation مالتها. موضوع جدا مهم اللي هو periodic وال aperiodic signal. هذا الموضوع جدا مهم. شنو يعني periodic و aperiodic signal؟ انطوني فد مثال عملي احجوا ليش تعرفون periodic و aperiodic signal. periodic و aperiodic signal استاذ المثال مال periodic و aperiodic حالة حال مثلا استاذ من نستخدم الجي بي اس من نتبعه تكون اكو اشارة مستمرة مثلا انا اريدها كل لحظة، بينما العكس مالته هو استاذ من انا مثلا كل دقيقة ارسل اشاره بحيث اشوفه وين وصل مثلا،
وهذا اختصار يكون للساين ويف. نعم وضحت الفكرة استاذ؟ زين تشوفون شو راسي ماني؟ نعم وضحت شكرا. بس استاذ نفس تخطيط القلب اذا هاي كم انه ممكن يستخدم هاي شويه بالاخير خطا كان يعني هاي انسوها هاي هنا السيجنال انسوا هذه زين هذا شنو السيجنال بيريدك لو ابيريدك لو نون بيريدك دكتور ابريودك اذا كان الرسم يعني على المضبوط نمشي لان هي البريودك لازم تعيد نفسها البيريدك البيريدك لازم تعيد نفسها كل فتره زمنيه ونفسها تنعاد كوبي كل ساعه تنعاد شلون هذا الباع المتجول مخلي سبيكر على السياره ويفتر تنعاد هو سبيكر وتنعاد زين صح ولا لا فتنعاد تنعاد الصوت هو صوت الانسان هو بيريدك سيجنال يعني مو بيريدك يعني الانسان اذا قد اسولف ولو بقى 10 ايام اسولف ما راح ينعاد نفس الكلام ونفس السيجنالز تطلع من عندي فعشوائيه مو بالضبط استاذيه راح تكون عشوائيه مثل قضيتك انه صوت الانسان انت حتى انت بنفسك ما تدري انه شو وقت راح ترفع صوتك شو وقت راح تخفضه فالموجه اكيد الاشاره اللي راح تكون مختلفه وما راح تتكرر نهائيا يعني مثال لها يكون بالضبط حسن عاشت لك فبينما هذه الاشاره الحاليه اللي راح نسويها هسه تشوفون يعني اكيد هو الرسم غير دقيق مثل الكمبيوتر نعم استاذ هاي تكون بيريودك استاذ هاي بيريودك جاي تعيد نفسها جاي تعيد نفسها كل ايش قد تعيد نفسها خلينا نقول كل هنا 1 بير سكند كل مثلا هنا هاي النقطه بس ام سكند ام سكند نعم وهاي النقطه هذه النقاط هذا الطول مال الموجه هذا الطول العفو مال البيريودك ف يعني هذه المسافه هي الموجة الحقيقية هذا شكلها نفسها تنعاد هنا ونفسها تنعاد هنا فصار بيريودك فتعطوني أمثلة على البيريودك سيجنال ماكو عندكم مثال على البيريودك سيجنال هي ساين ويف دكتور ساين ويف نعم بدون أي تغيير بالتردد مالتها تبقى نفس التردد ساين ويف بعد نعم إذا كان ثابت السين بعد غير السين وين أوكي يعني ما شاء الله الحياة خالية من البيريودك سيجنالز لذلك حيرين تبحثون عن بيريودك سيجنال دكتور مثلا يعني كشيء عملي اقدر اقول مثلا الكلوك مال الساعه هي عافية الثانيه صحيح هذا من انت نايم بالليل يصير هدوء تسمع كليك مال الساعه هذا بيريودك سيجنال حتى يصير مزعج لان الدماغ يعرف حيث تجي هاي الكليك بهاللحظه كل ساعه جايه ميل الثواني في الحاله بيريودك سيجنال هذا تعتبر ممكن جهاز تخطيط القلب اذا كان القلب مستقر تعتبر بيريودك سيجنال كل ساعه تجي نفس ال اوكي وهواي هواي هواي تطبيقات عمليه والابيريودك سيجنال شنو امثله الابيريودك سيجنال او النون بيريودك سيجنال استاذ ابسط شيء النويز شو ذكرناها كل شيء بالحياه اغلب شيء هسه نسولف به هو بيريودك مو منتظم مو متردد مو سيجنالز عشوائيه تمام استاذ اكو هم مثال ثاني استاذ اكو عباره عن ستاند مال الكاميرات هذا مثل بمثل عداد بحيث يروح من اليمين الى اليسار رايت اور ليفت هذه وين استاذ اكو كاميرا يسموها جوبرو بي ستاند هذا الستاند بحساسات مثلا من تشتغل فترات طويله يصورك بسرعه كلش فائقه
بحيث انت ممكن بساعه واحده يخلصك اياها مجرد ثواني، وبي عداد يفتر اما رايت اور ليفت خلال هاي الفتره الزمنيه، فالدقه مالته هم تكون هي بالريدك سيجنال. يس صحيح اكزاكتلي. ثانك يو استاذ. هذا بيريدك لو ان بيريدك؟ سو بيريدك استاذ، بيريدك هذا. انتوا لازم اكيد ماخذين ساين ويف والكوساين ويف واغلب يعني الصوت مالته يكون منظم جدا. صحيح كل شيء هو يعني كل شيء كمبيوترايزد هو بيريودك، يعني اغلب الاشياء كمبيوترايزد اكيد هتكون بيريودك، لذلك نقدر نعالجها ونقدر نعيد الموجه من جديد. اوكي سو مثلا هسه عندنا نجي على البيريودك والابيريودك، شلون نعرف هاي السيجنال بيريودك والنون بيريودك؟ طبعا احنا هنا تشوفون في هذا المثال صفة البيريودك اذا هي الاكس ان هي نفس قيمة الاكس اوف ان زائد واحد لكل قيم ان، الان هاي الان اللي الاضافية هذه هي المسافة من هنا لهنا، هي هذا الان نسميها fundamental period. فكل ما رحت اضافة ان اضافية هي تعيد لي نفس القيمة اللي هنا كانت. Okay. So we have already observed that the sine signal of the form هي هذه ال sine signal هو a، قلنا ال a هي ال amplitude يعني شو الموجة انضربت بشكل sine، هذا ال standard اللي هو 2 by ال f 0 t. قبل شوية تذكرون من قلنا هي هاي كانت 100 كلها، احنا طلعنا الاثنين 2 باي بقت فقط 50 صح بالمثال. So صحيح. Is periodic when شو وقت نعتبر signal هاي periodic؟ شو وقت لما ال f0 is a rational number. Rational number متكون من k على n، إذا ال f0 هو k على n وال k وال n هن integer ولازم يكونن rational fraction. شو rational fraction؟ يكونن اثنينهن relatively prime، prime number أعداد أولية، لذلك إذا كانت هذين أعداد أولية و relative prime واثنين هم relative number، إذا الـ n هاي الـ n تشوفوها الـ n هي تعتبر fundamental period اللي ذكرناه هنا، هذا الـ fundamental period. أوكي فالـ n هي الـ fundamental period، هي الـ period اللي راح ينعاد بيها الـ signal مرة ثانية. على سبيل المثال مثلا f0 هي نفس هاي كانما f1، العفو f1 طلعت لي بالاخير 1.30 على 60، هل السيجنال periodic لو نون periodic؟ 1.30 على 60 هنا أنا بس هنا هنا تفضل استاذ بيريودك لان هي عاويه منتصف اظن يكون بها تقريبا استاذ بس لحظة موجود هنا استاذ مو راح تنقسم على اثنين يعني استاذ شفت التعديل استاذ انه هي الموجة مو يصير بها تقريب اي اوكي يصير بها تقريب لكن هذا موضوع جدا مهم انه لازم نستخدم هذه الرول ناخذ فريكوينسي نقسمه كي على ان ناخذ نحوله الى كي على ان فصار مثلا على سبيل المثال طلعنا الاف 1 هو 1.30 على 60 هذه مو برايم نمبر فلذلك هي ابيريودك بينما اذا طلعنا الاف مثلا اف 2 30 على 60 اظني بعدين بالاخير يصير 30 يصير 3 على 6 يعني يصير 1 على 2 3 على 6 نعم يصير 1 على 2 فمعناها هاي هنا يصير 2 تشوفون الكرويزر مال ماوس المؤشر مال ماوس تشوفوا صح نايس نعم اثنين فلذلك الـ n2 هو 2 فلذلك نقول هاي periodic والـ fundamental period هي 2 اوكي فهي هاي الطريقة اللي نعرف بها periodic أو non periodic أو aperiodic so مثل هذا المثال السابق مثل ما قلنا مثلا سوري فلازم نشوف الكي والان يكون relatively prime numbers
لازم يكون 2 برايم، فطلعنا 3 على 6 قلنا، وبعدين 3 زائد 1 على 2، وهنا 2 برايم نمبر، فالجواب هو صار ال fundamental period. هسه اذا مو مشتين، نعم تفضل. بس what is k exactly هنا؟ It's just a number. It's just a number. Yeah. K is nothing, just an integer. Integer number. Supposed to be integer number. Okay. هذه الـ F0، تشوفوها الـ F0؟ هذه الـ F0 لازم تكون rational number. متكونة من K على N. وضحت وضحت دكتور. نعم. It's just a number. So, الـ N2، okay. هسه إذا هي periodic signal. واجيب فوقها سيجنال ثانية، تنتج دي بيريدك لو ما تنتج دي، شو تقولون؟ سيجنال بيريدك. نعم؟ راح تنتج كون انه الفريكونسي راح يكون هو ثابت. شلون فريكونسي ثابت؟ اذا اجمع سيجنال، هسه قبل شوية تذكرون من جمعنا سيجنال على سيجنال؟ يعني. سيجنال ويا سيجنال؟ هاي بس ترى راح تكون عندنا مضاعفة الموجة. هاي سيجنال وهاي سيجنال. هاي سيجنال حلوة صغيرة. بيريدك صح؟ وجبت وياها سيجنال مخربطه ما تعرف شو وقت ترجع تعيد نفسها ما تعرف النتيجه بيريدك لو نون بيريدك. بنجمع هذه ويا هذه النتيجه شو نعرفها بيريدك لو نون بيريدك استاذ؟ اكيد نمبر يدك، لان استاذ اولا النويز ما راح يصير، يعني الموجه نفسها ما راح تكون ثابته. يعني الموجة هتكون يخرب على الموجة قبلها. نعم الموجة هتكون نفس هذه بس عبارة عن صاعد نازل، مو هتكون هيجي يعني مخربطة مثل هاي، لأن هي كومبوزيت، هذا السيجنال وهذا السيجنال ينجمع توجذر، جمع اعتيادي، هاي زائد هاي يطلع هاي، جمع اعتيادي. بس مع ذلك ما راح تكون بيريودك لأن القيم مو متشابهة. شو وقت تصير بيريودك؟ شو وقت تصير بيريودك؟ هذا الموضوع استاذ لما تكون القيم متشابهه، لما تكون هاي بيريودك وهاي بيريودك واثنين يلتقي بنقطه معينه، مو بالضبط؟ لما تكون هاي بيريودك بالضبط استاذ، مثلا نفرض هاي تعيد نفسها كل اثنين وهاي تعيد نفسها كل اربعه، كل اربعه هنا حيلتقن بالاربعه، مو فيصير هاي اذا اجمعها ويا هاي تصير بيريودك. بس شو وقت تنجمع؟ شو وقت يعيد النفس نسوي؟ ويا الاربعه بنهايه الموجه. عافيه، بنهايه هاي الموجه الكبيره. بالاربعه. بنهايه هاي الموجه. هاي ما نقدر بعد ما تعيد نفسها. يعني استاذ مو شرط انه، يعني استاذ مو شرط انه تلتقي بكل نقطه معينه، لكن اذا التقت بنهايه الموجه فهو ماكو اي اشكال انه تكون بيريودك. نعم. طبعا هاي هنا رسم مو جدا دقيق. خلينا نرسم بصورة دقيقة حتى تفهمون الـ periodic والـ non periodic شلون تتكون. يعني أنا إذا عندي signal، خلينا نجي هنا على هاي البيج، عندي signal هاي هنا عادة نفسها 1 ترجع تعيد نفسها 2، أوكي؟ إذا خلينا نقول بالثانية 2، الثانية 4، اوكي هنا هذه سيجنال ثانيه تعيد نفسها، هي اوت اوريدي التردد مالتها 4، يعني البيريودك مالتها الفندمنتال 4 وهنا، فاذا اجمعهن هاي زائد هاي اجمعهن جمع تطلع لي موجه التردد مالها لازم يكون 4. بس اكيد اكو، يعني اكيد اكو اختلاف عن هذه، يعني هات تجمعهم ممكن تكون هيك، اوكي؟ فالنتيجه هي سيجنال ايضا وبيريودك، لانه اكو عامل مشترك بين التردد مال هاي وهاي، عامل مشترك انه يلتقن في، لازم يلتقن في نقطه معينه ويبدا اثنين من الصفر سوا، اوكي؟ هنا التقن، يعني السيجنال الثانيه حتى لو كانت بيريودك، بس اذا مثلا انت الساكل مالتها برقم 3 ما راح تكون بيريودك، ما راح تكون بيريودك. عافيه عافيه، بالضبط. شو اسمك؟ علي حسن. مضبوط 100%.
لازم ننتظر يلتقى الاثنين نسويه حتى يرجعان يشتغلون من جديد. يلا تكون بيردك النتيجة. فهنا فنقول هنا بالشرح if x1 of n is a sequence that is a periodic with a period n1 high signal high signal نقول ال period مالتها n1 اللي قلناها اثنين يمكن اثنين وال x2 اللي هاي ال x2 is another sequence that a periodic with a period n2 هاي n2 مالتها ال period ال fundamental period مالتها n2 يعني أربعة خلينا نقول. So the sum of x1 و x2 الجمع مالتهم اللي هو هذه اللي هي هذه will always be periodic and the fundamental period is اذا راح يكون periodic بس ال fundamental period وين؟ لانه شنو هسه زميلكم علي حسن ذكر قال انه اذا تعيد نفسها بثلاثه ما راح يصير periodic. نعم راح نبقى نستمر نمشي لحد ما يلتقى اللازم ولا بد انه يلتقى من نقطه معينه ما دام هاي periodic وهاي periodic لازم تجي النقطه يلتقن بيها اوكي بس هاي النقطه شو وقت يوصلوا لها ديبيندز اوكي. فهنا راح نعرف النقطه النقطه اللي يلتقن بيها ال n هي عباره عن n1 زائد n2 على الجريتست كومون ديفايزر الجي سي دي يعني العامل المشترك الاكبر بين ال n1 وال n2 هاي معادله جدا بسيطه اوكي. فتطلع ال جي سي دي ويطلع لنا الانوان. زين دكتور عفوا بس سؤال على نفس المثال انه اذا كانت السيجنال الثانيه مثلا البيريد مالها الفاندمنتال بيريد ثلاثه. نعم. راح توصل حاله انه راح يكونوا الاثنين يعني متزامنات او بيريودك لما مثلا يكون الثانيه رقم 6 بس فد لحظه هاي البيريودك سيجنال ده سمعوها؟ هم ده سمعوها؟ هاي بيريودك سيجنال. سمت عدل سمت وهكذا يعيد اوكي هاي بيريودك سيجنال فبس خلي يعبر زين بعد نسمعها هاي بيريودك سيجنال لان هو دا يعيدها يعني مو هو دا يحكي ريبيتنج بالضبط استاذ اي استاذ هاي بال صار نفس ابو المياره هاي جماعه الصباحي كان واحد ثاني فات ثلاجه البيع وهذه هسه ابو السمك يعني متواعد وياكم ويجي قبل ما ويجي قبل ما يعار استاذ اي هم هذا هم بيريودك سيجنال سو ومرات مرات واحد صاحبه يصير بيريودك سيجنال كل ساعه يقول لي يلا تعال يلا تياب كافي ستوب سوي كات والله صحيح استاذ اكيد والله صحيح سو هاي بيريودك استاذ وهذا اللي يعيد الحكي استاذ وهذا من تحكي يعيد الحكي وراك نفسه هذا ريبيتر مو بيريودك هذا عادي يعني امبليفيكيشن هم يسوي سو هذا طبعا الكلام سجلناه والمفروض نوقف التسجيل anyway سو هذه الان كلش مهمه ان نعرف باي نقطه راح يلتقون ذول السيجنالز تو سيجنالز فهذا القانون اللي طلع لنا باي نقطه حيلتقون قانون جدا سهل اكو هوم وورك اكزامبل بالمحاضره راح تشوفوه هذا الهوم وورك وهذا الاكزامبل مهم الهوم وورك ايضا مطلوب من عندكم ايضا بخصوص هذا الموضوع التو سيجنالز فاللي اريد ان تشوفوه تتابعوه موجوده عندكم المحاضره حاليا صح نعم استاذ موجوده المحاضره اوكي الهوم وورك بدك تشوفوه يا ريت لو تفتحون البيج انه اكو سيجنال ايش نقول بيها نقول repeat the unit step function using impulse function represent وأكو represent the impulse function using unit step function وطبعا كل سهل هاي أيضا و represent the ramp function using unit step function هاي أيضا easy وهسه هاي represent يعني تمثلها شكل على شكل table على شكل function فأكيد على شكل function والرابع هو sketch the following signal xn هو exponential point to n هذا easy ما يرد له شيء و sketch the following signal هو ال xn يساوي ال impulse مال n شفتها يسار 2 زائد ال impulse شفتها يمين 2 زائد ال unit function
بينما سادسا واللي هو الاهم واللي كل واحد يجاوبه بطريقته find the fundamental or sorry the mathematical expression for the signal shown in figure below اللي هو figure 2.8. هذه شوف الـ mathematical expression هاي signal شو انا امثلها اوكي ويا ريت كل واحد يمثله كل واحد يحلل وحده وبطريقته لان التشابه راح ممكن يؤدي الى نتيجه سلبيه. دكتور بس بالنسبه لل هو السيجنال هوم ورك السؤال السادس الفيجر نعم ورا الثلاثه كلهن يعتبر واحد؟ نعم كلهن يعتبر واحد. تمام زين تمام اذا انا ما ذاكر فمعناها كلهن يعتبر واحد. اوكي طلاب المحاضره انتهت هسه بس ناخذ الحضور وتقدرون تتفضلون. شكرا جزيلا.